ايوه حنين، عايز اشوفك دلوقتي. طب اهدى اهدى بس. حاضر، انت فين؟ طيب فين؟ ايه اللي فكرك بالمكان ده دلوقتي؟ ماشي حاضر. لا انا معيش حاجه، انا لسه مخلصه زياره نادر. حاضر، نص ساعه وهبقى هناك. ماشي، مع السلامه. مالك يا اشرف؟ ايه اللي حصل؟ انت خضتني. انت اتاخرت كده ليه يا حنين؟ الدنيا كانت زحمه جدا، وبعدين اخدت وقت وتهت شويه على ما افتكرت المكان هنا، اصله اتغير قوي عن زمان. زي كل حاجه. انت فاكره حنين اول مره جينا هنا؟ طبعا فاكره، كان أول مرة الملجأ يخرجنا يفسحنا فيها. كان في مولد هنا، الراجل بتاع المراجيح كان بيبقى واقف هنا، والأراجوز هنا، والنشان تقريبا كان هنا ورا. بس أنت إيه اللي فكرك بالمكان ده النهاردة؟ حنين، أنا واقع في مصيبة كبيرة أوي، مش عارف أعمل إيه. مصيبة إيه؟ ربنا يخليها لك يا ابني ويبارك لك فيها. تعيش يا عم رجب، والله كان نفسها تشوفك قوي. ان شاء الله المره الجايه لما يجي لك زياره لازم اعرفك عليها. سلم لي عليها يا نادر، انا مفيش زياره للمره الجايه ولا اللي بعد الجايه. ليه بس كده عم رجب؟ يا نادر يا ابني، مفيش حد مشغول بيا بره السجن. السجن ده هو حياتي، هو اهلي، هو ناسي. انت برضو مش ناوي تفهمني حكايتك ايه بالظبط؟ كله بأوانه يا نادر. المهم اقول لك، اتبسطت لما شفت مراتك وقعدت معاها؟ أوي يا عم رجب، الحمد لله. الحمد لله. بقول لك ايه، ومين الواد اللي ماشي هناك ده؟ الواد شاهين، مالكش دعوه بيها نادر. اشمعنى؟ عيال لبط، البعد عنهم غنيمه. هي تهمتهم ايه بالظبط؟ عيال زباله، خطفوا يا سيدي واحده وكانوا عايزين يغتصبوها، بس ربك ستر والاهالي انقذوها. يا ولادي نادر، العيال دي لبط، عيال شمال شمال بالجامد. ابعد عنهم، مستويين ببعض يا اخويا. يا نهار اسود، يا نهار اسود، ازاي تعمل كده يا اشرف؟ ازاي؟ والله العظيم يا حنين انا ما كنتش اعرف. ما كنتش تعرف ايه؟ ما كنتش تعرف ايه يا نجس؟ ما كنتش تعرف ايه؟ ما كنتش تعرف ايه؟ حرام عليك. ثلاثة بالله العظيم، انا اتضحك عليا. ازاي كان لك قلب تعمل كده في الغلابة اللي زيه زيك يا اشرف؟ ازاي؟ ما فكرتش في اللي شفناه في الدنيا طول حياتنا؟ ما فكرتش اني كان ممكن اكون واحدة منهم؟ حرام عليك يا اخي، حرام عليك. ما لقيتش غير دول، مش كفاية اللي هم فيه؟ ما لقيتش غير دول تظلمهم عشان الفلوس؟ والله العظيم ما كنت اعرف. انا كنت فاكرهم بياخدوا البنات دول يبيعوهم للناس اللي ما عندهمش عيال، ما كنتش عارف ان الموضوع يوصل لحد كده. طب انت هتعمل ايه دلوقتي؟ هتعمل ايه؟ ما اعرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ احنا نطلع من هنا على الاسم ونبلغ على اسامي الناس اللي انت قلتهم دول ونوديهم في 60 داهيه. انا قلت لك انا لو رحت بلغت اخش السجن. اخش السجن ومال؟ ما تخش السجن. هو انت احسن من نادر؟ الراجل يعمل الصح وما يهموش. ايوه حنين، بس انا لو بلغت اخش السجن لوحدي، هم ما فيش اي حاجه ضدهم. طب وشهادتك؟ شهادتي ايه؟ كلام مفيش اي اثبات عليه. اما انت مش ناوي تسترجل وتحل المصيبه اللي انت عملتها، بعتت تجيبني ليه؟ عشان مش عارف اعمل ايه. بعتك عشان تيجي تشور عليا. ايوه يا باشا، عندي اخبار مش حلوه خالص. ماشي يا باشا، انا هقول لك تعمل ايه، بس تسمع كلامي زي الجزمه. حاضر. انا هخليلي ورا الواد، وانت خليك ورا البيت، اياك تغيب عن عينيك، فاهم؟ ايوه يا فندم، ايوه حصل سعادتك. بعت الصوره بتاعت البنت لنسرين، ونسرين اتعرفت عليها، بتقول ان البنت زارته في الملجأ اكتر من مره وخدت منه فلوس. نعم سعادتك. حاضر يا فندم، حاضر، مع ألف سلامة يا فندم، في أمان الله. فهمت ولا أقول تاني؟ حاضر. طيب افرضي ما صدقونيش أو شكوا فيا. مش هيشكوا فيك، لأنهم شايفين إنك واطي، والقرشين اللي خدتهم هيسكتوك. طيب بعد ما أرجع أشتغل معاهم إيه اللي هيحصل؟ هنستنى لغاية ما يعملوا المصيبة دي تاني،
ونبلغ عنهم ويمسكوهم وهم متورطين. بس انا خايف. خايف من ايه يا اشرف؟ ما تسترجل شويه. خايف يموتوني. انت ما تعرفيش الناس دول يموتوك. ايه يا هبل انت؟ هما لو كانوا عايزين يموتوك هيستنوا لحد دلوقتي. ما تخافش، انا مش بايع الدنيا ولا قافش فيها. يعني هي العيش اللي احنا عايشينها دي يتبكي عليها. بس مش عايز اقابل ربنا وانا شايل الذنوب دي كلها. طب خلاص ما تزعلش. وبعدين يا اشرف ربنا حنين قوي، وما دام انت من جواك قررت انك تتوب ان شاء الله هيقبل توبتك دي. تفتكري؟ ايوه طبعا. المهم انك تتعلم اللي حصل. مش يمكن يكون ربنا عمل كده مخصوص عشان يديك فرصتك انك تتعدل وتعيش زي البني ادمين؟ طب والنبي حنين، لو مت ابقى ادعي لي ان ربنا يسامحني. قلت لك ما تخافش. وبعدين الموت ما بيلمش، اللي زيك بيقعدوا في الدنيا كتير. يلا نمشي قبل ما الدنيا تلاقي. يلا. برافو عليك يا اشرف. انا قلت برضو انك عاقل وهتحسبها صح. اوكي يا حبيبي، انا بقول كده كفايه عليك اجازه وترجع من بكره الشغل عشان نشوف اللي ورانا، مش كده ولا ايه؟ مظبوط. لا اجازه ايه يا مدام، احنا عايزين نشتغل بسرعه. ولا حاجه، بس فلوسك وحشتني. ماشي هشوفك بكره. سلام. سلام.